أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة هذا الأسبوع من كيبورد، ونبدأها كالعادة بأبرز العناوين. الفنان الإماراتي حسين الجسمي يسرق ألحانا يمنية. عشر أيام قبل الزفة، فيلم يمني يشارك في سباق الأوسكار. معلم يحول بيته إلى مدرسة حكومية في تعز. وجوجل تطلق أحدث هواتفها الذكية. مرحبا بكم. احتفى ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي بالذكرى 54 لثورة 14 من أكتوبر عبر المنشورات وتغيير صورهم الشخصية بإطارات وشعارات الاحتفال بهذه المناسبة. نشوف هذا التفاعل. نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي على قناته في يوتيوب أغنية جديدة بعنوان حبيتها، تتحدث عن وطنه الإمارات، إلا أن ناشطين وفنانين يمنيين أكدوا أن لحن الأغنية التي أصدرها الجسمي ولم يشر إلى صاحب اللحن ولا من أي تراث تعود ملكيته لعميد الدان الحضرمي الراحل حداد بن حسن الكاف في قصيدته الشهيرة عيني تشوف الخضيرة، وهي من كلماته وألحانه وغناء الفنان الراحل أبو بكر سالم الفقيه. وبعد أن أثار ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قضية السطو، قام الجسمي بحذف الأغنية. رصدنا التفاعلات مع الموضوع. نشوف. منشور كتبه الأستاذ فؤاد الشرجبي بعد التعديل للفنان حسين الجسمي. نشوف هذا المنشور. شكرا دكتور حسين الجسمي، تصحيح الخطأ بهذه السرعة يدل على أخلاق سامية، ونتمنى أيضا تصحيح حقوق لحن أغنيتكم الوطنية العز عزك يا الإمارات، حيث هو اللحن يمني لأغنية وطنية متوارثة زامل بعنوان خيلت بارق قد لمع. يصر الشعب اليمني على الحياة رغم الحرب ومرارة العيش في ظلها، وفي هذا الإطار يمثل الفيلم اليمني عشر أيام قبل الزفة اليمن في سباق الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وقد حقق الفيلم العدني نجاحاً جماهيرياً كبيراً بعد عرضه أكثر من 200 مرة في عدن. فيلم عشر أيام قبل الزفة يدخل رسمياً في سباق جوائز الأوسكار في أكبر مهرجان سينمائي على مستوى العالم لهذا العام. هذا الأسبوع أيضاً أحيا ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى استشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي، وكتبوا المنشورات تخليداً له، واخترنا لكم بعض هذه المنشورات، ونبدأها بمنشور للناشط عمار قاضي. وقال عمار: نحن الشباب لم نعيش فترة حكم الرئيس إبراهيم الحمدي، لكن آثاره الخالدة نقلت لنا صور ازدهار اليمن في حكمه. حاول قادة الأنظمة السابقة إخفاء تاريخ الرئيس الحمدي ودفن منجزاته، لكن التاريخ أبى إلا أن يعطيه حقه. الحكمة تقول: لا فائدة من إخفاء حقيقة العظماء، ولا طائل من دفن منجزات أحدهم، لأن الأيام ستكشف كل شيء في النهاية. We'll be right back.
منشور آخر لعبد العزيز الصبري يقول فيه أيضا: إلى روح الشهيد إبراهيم الحمدي، نفضت غبار الدراويش عنا، أعدت إلينا صبانا، وسافرت فينا إلى المستحيل، وعلمتنا الزهو والعنفوان، ولكننا حين طال المسير علينا وطالت أظافرنا ولحانا، قتلنا الحصان فتبت يدانا. المسيرات والمظاهرات المنددة لغلاء الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي مستمرة في البلاد. نشوف منشور لربا جعفر. قالت ربا: الجائع حزبه الخبز. يمكننا أن نعنون المسيرة التي خرجت اليوم تجوب الشوارع تحت هذا المسمى، فحينما يأتي الجوع فإنه يكوي بطون الفقراء ويجعل الشخص يكفر بكل ما أمامه من مسميات أو كيانات أو أحزاب. الشعب الذي اكتوى بنيران الحزبية ونيران الحرب خرج ليهتف بأن حزبه الخبز وترك السياسات لأهلها وذويها. نشوف صور من هذه المظاهرة أيضا. في الحرب تظهر معادن الرجال، ففي تعز معلم يحول بيته إلى مدرسة حكومية تستقبل 700 طالب في العام. وللتفاصيل نقرأ منشور للناشطة بسمة هاشم. بسمة تقول من صفحة أحمد باشا: معلم يحول بيته إلى مدرسة حكومية في تعز تستقبل 700 طالب في العام. عادل الشريحي: معلم تبرع بمنزله قيد الإنشاء وحوله إلى مدرسة حكومية لاستقبال الطلبة في منطقة السلامي والتي تقع بالقرب من معسكر الدفاع الجوي، وذلك بسبب أن المدرسة الحكومية التي يفترض أن يدرس بها تقع في خط النار ولا توجد مدرسة حكومية تحتويهم. إلى التكنولوجيا وأخبارها، والبداية من واتساب الذي أعلن أنه أصلح أحدث خلل بمنصته سمح للمتسللين بالتحكم في تطبيقات المستخدمين عندما ردوا على مكالمات فيديو واردة إليهم. وقال واتساب في بيان: نعمل بصورة منتظمة مع باحثين أمنيين من مختلف أنحاء العالم لضمان أن يظل واتساب آمناً وموثوقاً به. أدخلنا على الفور تعديلاً على نسخة واتساب الأحدث لحل المشكلة. أما شركة جوجل فقد أطلقت أجهزتها الذكية الأحدث في مدينة نيويورك الأمريكية، وأعلنت جوجل عن إصدار هاتفين يستطيعان الرد نيابة عن المالك. ويتميز الهاتفان الجديدان بيكسل 3 وبيكسل 3 XL بأحجام شاشات مختلفة وأسعار منافسة لمجموعة سامسونج الرائدة في مجال الأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد. وأطلقت جوجل أيضا شاحنا لاسلكيا وحاسوبا لوحيا جديدا اسمه بيكسل سلايت. ونشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع. نبدأها بمقطع من أحد الأعراس اليمنية. شاهدوا ماذا سبب إطلاق النار من كارثة حولت الفرح إلى مأتم. you
مقطع آخر ليمني يبكي إثر صدمته من ارتفاع الأسعار الهائل، وتم تداوله من قبل ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي. وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفتنا اليوم الرسامة الشابة سحر البنا. سحر، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا، يشرفنا حضورك. والله الشرف لي، كل الشرف لي. سحر، طبعا مجموعة أسئلة ببدأ فيها بتكون خفيفة وأجوبتها قطاف، بعدين بنرجع ندخل في نقاش حولك وحول فنك وموهبتك. مستعدة؟ أكيد، تفضلي. نبدأ كالعادة، أوصفي نفسك بكلمة. محاولة. محاولة، طيب. أكثر وسيلة يعني تواصل؟ دائما أحاول إني أوصل. جميل. أكثر وسيلة تواصل تستخدميها؟ الواتساب. أجمل مكان زرتي في حياتك؟ إزميل مكان حلو. إزميل مكان حلو. مكان تتمني زيارته؟ مكة يمكن، يعني الحج. وشخصية تتمني مقابلتها؟ أتمنى لو والله ما في شخصية معينة. ما فيش. طب عادي، ننتقل، مش مشكلة، إلى شخص داعم لك. سمي لي شخص يدعمك. أبي. ومجال دراستك؟ الطب البشري. طب بشري. والآن نتكلم عن الفنانة الرسامة سحر. سحر، حدثينا بداية عن مشوارك في الرسم. بدأت الرسم لما كنت صغيرة كثير، يعني كنت صوتي يوصل ولا لا؟ ما نشتري. أيوة. بدأت الرسم لما كنت صغيرة، يعني من صف أول من ابتدائي وأنا أبدأ أرسم. جميل. كان الكل يقول دائما ها رسمك حلو كثير كذا، لكن ابدا مش باي وقت اني قدرت ادخل معهد اني انمي موهبه الرسم، انه كان التركيز اكثر على انه الدراسه وانك تكوني مكان اكاديمي، يعني دكتوره ومهندسه. وكيف حاليا كيف توفقي بين دراستك والرسم؟ لاني شفت لك لوحات كثيره. ايوه، اي وقت فاضي دائما نستغل بالرسم، يعني مثلا اذا الناس مثلا يخرجوا يتمشوا، حفلات كذا، انا اول وقت فاضي احصل ارسم فيه. تستخدمي للاسترخاء مثلا؟ ايوه، لا هو يعني استخدم لكل شيء، لما اكون زعلانه كثير ارسم، لما اكون فرحانه كثير ارسم، يعني دائما يكون في رسم. جميل. طيب لو نتكلم عن اهلك، ايش كان دورهم في اكتشاف موهبتك؟ تحدثت في البدايه بس وانا صغيره دائما بالالوان، دائما لما مثلا ارسم اي شيء حتى لو ما عجبهمش كثير دائما يقولوا لا حلو كملي، يعدل علي، مثلا خاصة بابا، هو بابا شوية يرسم دائما يعدل، مثلا هذا غيري، هذا سوي فيه وكذا، يعني ابدا ما اجوز زمان يقول لا طنشي على الرسم، اهتمي مثلا بالدراسة اكثر، او مثلا طنشي على الرسم مالوش داعي وكذا، لا كان دائما حاجة حلوة بالنسبة له. جميل جدا. طيب مع الايام اتوقع انه تطورت موهبتك، يعني هل اخذتي دورات ولا تعليم ذاتي؟ لا انا مثلا كنت دائما اتمنى اني احصل مثلا فرصة اني اروح دورة او كذا، بس ما فيش، خلصنا الثانوية بدأنا بالدراسة على طول. كنت يعني أحاول من نفسي، أول شيء بدأت بالرسم القلم والفحم، بعدين بدأنا بالإكليريك وهذه الألوان المائية، والحين الزيتي، كله يعني أحاول من نفسي. وأكثر الأشياء اللي تحبي ترسميها؟ وراكي منظر طبيعي، بس عموما أكثر الأشياء اللي تحبي ترسميها إيش هي؟ الحاجات الحية، أحب أرسم الحاجات الحية، يعني اللي فيها روح، مثلا البنايات وكذا كثير ما تستهويني، احب الحاجات اللي يكون حيه احسن. جميل، يعني تقريبا هي المناظر الطبيعيه وما فيها وكائناتها. طيب انواع الرسم اللي ترسميها؟ الفحم والرصاص. الاكليريك بدات فيه وقربت شويه مثلا زي هذه اللوحه، بس بعدين بطلت، الان الزيتي اكثر شيء احبه. جميل. طيب طالما انت يعني ترسمي من الطبيعه، انت إلهامك تستمدين من الطبيعة ولا من فين؟
اي منظر يشدني كثير احاول اني ارسمه. الحين بعد ما بدأت الطب وكذا شفت ان الاعضاء البشريه حاجه حلوه ان واحد يرسمها، واو التفاصيل اللي فيها، خاصه جميل. احنا ندرس بالتشريح النقاط الصغيره الموجوده في العظام ولا في العضلات ولا في القلب وكذا، فكان يعني الحين احسه احسن شيء اني احاول ارسمه دائما. وعرضتي عملت رسوماتك شوية هذه، كلك عرضتي رسوماتك هذه على دكاترتك ولا لا؟ أيوة، أعطيت رسمتين للأستاذ بالجامعة حق قسم التشريح، فرحوا فيها كثير وقالوا ممكن تشاركي يعني بالفنون الجميلة اللي موجودة في نفس الجامعة بالكامل. جميل. نشوف إن شاء الله، عاد هذه السنة أعطيته إياها يعني. طيب سحر، يعني أعرف أن الكتاب دائما عندهم طقوس للكتابة، هل للرسامين والفنانين الآخرين يعني طقوس؟ مثلا عندك طقوس للرسم؟ تسمعي موسيقى ولا تجلسي في مكان معين؟ ايوه لازم تكون الموسيقى على شيء عشان ابدا ارسم. لازم يعني موسيقى بدون معينة؟ موسيقى صعب الرسم. نوع الموسيقى؟ الموسيقى مش يكون حماس، مش يعني مش كلاسيك، لا لازم يكون فيها صوت كذا عاليه شويه. جميل. كمان عادي لو في ناس جنبي ولا لا، بس ما اقدرش اتكلم يعني، مهما اجي حد يكلمني ما اتكلمش ابدا وانا ارسم، ما اقدرش. جميل. طيب ما هي التحديات التي واجهتيها كرسامة؟ وبالتحديد كرسامة فتاة يعني. أكيد أكيد تحديات كثيرة. الحين مثلا لما أجيت لإزمير كنت أحاول إنه العطلة الصيفية أروح إلى مكان كورس إني أتعلم الرسم وكذا، خاصة إنه ما نقدرش نرجع اليمن هذه الفترة يعني آخر السنتين. كل ما أروح أي معهد أو أي مكان، خاصة هنا بإزمير تحاول تشوف يعني شوية عنصرية لأنك محجبة مثلا، بعد ما يخرجوا من المكان اللي هم يكونوا فيه بو يروحوا أماكن أنت ما تقدريش تروحيها، فتحاول إنك ترسمي من نفسك يعني. كنت أحاول إني لا مش ضروري أبقى بهذه الانفايرمنت ما دام إنها مش معدة تمام لي. ف يعني هذا كان شوية تحدي، إنه كان نفسي مثل أرسم بكورسات وأتفاعل مع ناس أكثر نعم. وكذا. طيب سحر، نشوف بعض أعمالك ونرجع لك. سحر أهلا وسهلا فيك مرة ثانية، رجعنا لك. سحر، لو أسألك إنه هل في طرق تعبر فيها المرأة عن نفسها بالفرشاة وكيف؟ أكيد يعني كل رسمة أعتقد أو كل محاولة إنه المرأة تحاول إنها ترسمها أكيد بيكون فيها يعني مخلوقة فكرة تحاول توصلها. ما ممكن في حريم كثير يتعرضوا لمشاكل كثيرة، يا يعني مثلا التمييز العنصري أو بعض الأحيان ممكن حتى العنف يعني يكون موجود، فبالرسمة كثير توصل الأفكار للناس. شخصيا أنت خضتي تجربة زي هذه، التعبير عن نفسك كامرأة بالرسم؟ مدري يمكن لأنه لحد الآن ما وصلت لمرحلة إني أشي أعبر عن نفسي كامرأة وكذا، حاولت أعبر عن نفسي بالبداية كطفلة لما بدأت أرسم، وللحين يمكن احاول اعبر عن نفسي كاني في مجال الطب اني احاول ارسم هذه الاعضاء قلتك البشريه وكذا، جميل. بس يمكن تجي المرحله اللي احاول فيها. طيب بشكل عام لا، برايك هل الفن يساهم في ايصال فكره لجميع افراد المجتمع؟ اكيد انا الاحظ انه في احترام خاص يعني للفنان او اللي يكون عنده موهبه بالرسم او للوحات اللي ترسم، يعني الناس دائما يوقفوا يحاولوا يشوفوا الحاجات الصغيره اللي موجوده باللوحه، انعكاس الالوان، التدرجات اللي موجوده فيها، فأحس إنه هذه يعني وسيلة إنه ممكن ما دام الناس في اهتمام لها نحن نقدر نوصل لهم أفكار وأشياء. رائع، يعني بالنهاية كمان الرسام له رسالة. طب أقرب لوحة لك لها تاريخ وحدث معين ومناسبة معينة؟ أقرب لوحة أنت ما عرفتها، يمكن آخر واحدة أنا شفتها حق الجنين، لوحة أيوه. الجنين. هذه اللوحة أصلاً لما بدأنا ندرس كيف تكون الجنين في الرحم وكذا، تلاحظي كيف الحاجات الصغيرة وكيف يبدأ الإنسان يتكون من أشياء كثير يعني صغيرة، فلما كنت أرسمها كنت أحس يعني معقول نحن كذا كنا، كيف كنا نبدأ يعني. هذه اللوحة أكثر لوحة أحبها. معجزة الخلق فعلا. طيب هل لديك مشاركات في معارض عامة أو لك معارض خاصة قد أقمتيها؟ لا للآن ما حصلت ليش أي فرصة إني أعمل أي معرض أو أفتح. طيب في المعارض العامة شاركتي؟
حتى في إطار الجامعة هل حصلت لك مشاركات زي كذا؟ لا أنا الآن أصلا سنة ثانية، عاد السنة الأولى كنا بدأنا بالجامعة وبالبدايات، الحين بدأت سنة ثانية ما قد حصلت. لا مثل المسابقة الوحيدة اللي أقاموها الاتحاد العام، كانت فرصة كثير حلوة فرحت فيها إنه وفزتي؟ أول مرة أشارك بمكان فزتي في المسابقة؟ لا جميل، كان في مواهب نبارك ثانية. لك ولو متأخر. طيب ماذا عن طموحاتك المستقبلية؟ أتمنى أن أوصل بالرسم لمستوى الاحتراف، لأنه دحين المستوى عاد مش لهذاك الاحترافية. أتمنى كمان أنه مثلا أني أبدع كمان يعني بمجال الرسم والمجالات اللي جنبه، يعني مش أنه مثلا الواحد مش ضروري أنه بس يكون في مجال واحد ومبدع فيه، حلو يعني لما يكون في مجالات كثيرة. أشكرك جزيل الشكر الطبيبة الرسامة سحر، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا كثير. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم، أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء.